تصحيح المسار بانتصار بعد الانكسار أمام أمل الأربعاء في الجولة الماضية هو ما كان يطمح إليه سريع غليزان عند استقباله للجار والرائد وداد تلمسان. السريع أظهر أنيابه الهجومية منذ البداية، دراج يستقبل عرضية بوعزة برأسية أخطأ الطريق الشباك. رد الوداد كان بركنية بالحمري التي أصابت القائم. بعدها نفذ علاق كرة ثابتة ودراك تكفل بالباقي. إنه الهدف الأول لسريع غليزان بعد مرور 7 دقائق عن بداية الشوط الأول. الضيوف حاولوا العودة في النتيجة سريعا، ولكن رأسية طويل لم تأتي بالجديد، فالنتيجة بقيت ثابتة. والمتغير كانت تشكيلة السريع التي شهدت في ظرف 30 دقيقة فقط خروج الثلاثي أوشان، بوحافر وعنان بفعل الإصابة، كما أشار إلى ذلك المدرب مزيان إغيل. ورغم هذا الموقف الصعب واصل أصحاب الأرض بحثهم عن مضاعفة الغلة، فأعاد دراج السيناريو والإخراج لم يكن بالدقة اللازمة، فانتهت الكرة خارج مرمى الحارس شلالي، ليكتفي سريع غليزان بهدف واحد خلال هذا الشوط الذي استمتع به الحاضر بالملعب والمتواجد خارجه. وقبل بداية الثاني نصائح متبادلة بين عناصر الوداد لتعديل الأوضاع، ولكن مهمتهم اصطدمت بالإرادة الكبيرة لأصحاب الأرض الذين كادوا أن يضيفوا الثاني عبر دراج، محاولة رد عليها طويل برأسية حال بينها وبين الشباك المدافع بوزيد الذي أنقذ مرماه. بعدها تحولت السيطرة كلية لأسود مينا، توزيعة من بوعزة، والمدافع مسعودي أشهر رأسيته مطلقا النيران السديقة على مرمى حارسه شلالي، مضيفا ثاني الأهداف لسريع غليزان عند الدقيقة 61. حسرة وحيرة من المدرب عزيز عباس الذي وقف مفكرا في ضياع الصدارة. زملاء سوغار استمروا في الضغط، وبوعزة جرب حظه مرتين عبر الكرات الثابتة، ولكن شلالي حرمه من التسجيل منقذا وداد تلمسان من هزيمة كادت أن تكون ثقيلة، لينهي الحكم بصيري المباراة على وقع الهزيمة الثالثة للوداد هذا الموسم، فيما رفع السريع رصيده إلى 17 نقطة. أما العلامة الكاملة فكانت من نصيب هذا المناصر صاحب السلوك الحضري الجميل.